وأطعنا. عندما أنزل الله عز وجل قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عندما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها الصحابة شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يا شيخ منصور لو هذه الآية استمرت ما نسخت، حتى الشيء اللي داخل نفسك تحاسب عليه، حتى الوساوس كذا اللي تيجي والخواطر اللي تيجي داخل نفسك تخيلوا لو الله يحاسبنا عليها نهلكنا والله نهلك. الصحابة لما سمعوا قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق عليهم، قال يا رسول الله ما نقدر ما نستطيع. ايش قال لهم الرسول؟ لا تكونوا مثل اليهود ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. اليهود ايش قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا مثل اليهود عندما قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فكل الصحابة قالوا جميعهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كل الصحابة أصبحت ألسنتهم تلهج بهذا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والله عز وجل يسمع كلامه. فنسخ الله عز وجل هذه الآية التي شقت على قلوب الصحابة بآية أخرى بعدها، قال بعدها ربي آمن الرسول، الله أكبر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الصحابة آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. سجلها الله. نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوفوا هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت يعني محت الآية الأولى ذيك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخت الآية اللي قبل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فانصرنا على القوم الكافرين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة؟ كيف كان يعلمهم؟ كيف كان يربيهم؟ كيف كان يزرع الأمل فيهم؟
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الثقة في داخل نفوسهم. يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة ويعلمهم ويرفع من هممهم حتى وصلت هممهم إلى السماء، يعني ناطحت السحاب. الصحابة رضوان الله عليهم ترى تربوا في مدرسة عظيمة. ترى يا شباب بختصر لكم الكلام، إذا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي قدوتك، والله ما لنا قدوات، والله إنك تحسن لما تجي